I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no. المنتخب الجزائري بعد 118 يوما عن تتويجهم بلقب كأس أمم إفريقيا في 19 من شهر يوليو من سنة 2019. طبعا الرحلة والبداية بداية الدفاع عن اللقب تبدأ من اليوم. الجزائريون يدركون بأنه الذي سيأتي بعد اليوم هو الأصعب. نتذكر جيدا بأنه الكثير من المنتخبات الكثير من الفرق خاصة العربية والإفريقية كانت دائما تخفق عندما تتوج. ولكم في التاريخ عودوا إلى نواديكم ومنتخباتكم وستجدون بأن غالبية النوادي والمنتخبات التي تحقق إنجازات تخفض بعد ذلك. جمال بلماضي 20 مباراة، هذه مباراة رقم 20 مع المنتخب الجزائري، 13 انتصار، 5 تعادلات وخسارة واحدة كانت أمام بنين في تصفية كأس أمم إفريقيا هنالك في بنين. جمال بلماضي الذي المنتخب الجزائري الذي لم يخسر في 16 مباراة لحد الآن. الجزائريون على يمين الشاشة، الزامبيون على يسارها بالأخضر بقيادة عدلان قديور لاعب نادي الغرافة القطري، واحد من المتميزين في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة. حكم المباراة بعد 7 دقائق متأخر السيد باملات تسيما الإثيوبي، يعطي إشارة انطلاقة هذه المباراة للاعبي المنتخب الجزائري الذين يعرفون بأنه لا تهاون بعد اليوم. إلى توصل في اتجاه رامي بن سبعيدي، يلحق الكرة رامي كرة تماما للبحث عن كانغوا، تسترجع جزائرية لفترة قصيرة وانطلاقة زامبية، ولكن الخروج الهائل من هنالك. مازال عنده الكرة بغداد في المراوغة، كثرت يا بغداد. وبن سبعيدي لاعب كمدافع أيسر، طبعا هو أصله وفصله بدايته كانغوا، والكرة البينية البحث عن الزميل مولينغا، ولكنها بيليا في كرسي الاحتياط، خطأ فادح والحكم صفر. حمدي وصلت لرياضي، حطها في الأرض رياضي، لعبها مع سفيان، التغطية من سفيان أو التغطية كوسب بلايدي مع رياض، وصلته رياض ويوسف، رجعت ليوسف، يوسف بغداد، يوسف رامي بن سبعيني، طبعا بغداد، رامي بن سبعيني وبغداد مرجع وبغداد وجول. بابا رائعة، أول كرة صعبة والتسديدة من يوسف بلايلي. بغداد داخل منطقة العمليات وظهر الخط في رمشة عين واستلمها بتسديدة هنا بغداد، أوب وصل من هنالك. أوي 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 أوي. طال مع سفيان فغولي في المراوغة، يوسف هايل، يدخل يوسف عطال، يوزع يوسف عطال، كرة خطيرة وصعبة لصالح منتخب الزامبيا، أول مرة يوصل، وصلت من هنالك. رياض محرز يستعد، هل يلعبها أرضية؟ رياض يلعبها عليا، ولا انتهى يوسف، يوسف دخل، يوسف مازال يوسف في المراوغة. سبعيني يوسف البلايلي، رامي بن سبعيني، البحث عن بغداد، التوزيعة خطيرة وبنجاح، اولالا مثل ما جاءت بغداد، يسدد كرة بيمناه تروح مباشرة ضربة مرمى بعد 20 دقيقة لعب، ما زال التعادل 0-0. بلايلي انطلق على الجهة اليمنى، يوسف وبغداد، يوسف والمراوغة وسفيان، والكرة شونغو يبحث مباشرة عن توزيع من هنالك عن طريق ضيعها، وانطلق رياض، انطلق رياض يبحث عن مخالفة رياض ناحية اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر مع يوسف، يغير تماما لسفيان، يعني يوسف بلايلي مرة ثانية أو بغداد بنجاح، ضاعت الكرة تسترجع من اسماعيل بن ناصر، راح شما يوصل شما، الكتافة العددية زامبية، صاروا 6 أمام 3، بعيدة الكرة هذه، عطال مر، يوسف عطال، يوسف دخل، يوسف عطال، لا ولا شيء معليش، البعيدة يا جمال ضيعتها، لا يوسف بلايلي ولا رامي بن سبعيني يسترجع الكرة هذه، الحكم خلى اللعب بيا بعيدة كثير في اتجاه الحارس نصابات من أمام، التركيز ماذا فعل؟ كرة أخرى كانت سهلة وضاعت. جمال بالعمري كرة صعبة، التغطية من عدلان قديورة، ورأس يوسف عطال، راح يوسف عطال، مر يوسف عطال، يوسف عطال أنت اللي تصنع الفارق في هكذا وضعية. وجود أتابع وأراقب، رياض محرز يستعد لتنفيذ المخالفة في القائمة الأولى، ناصر رائعة، اسماعيل بن ناصر يمر، اسماعيل بن ناصر، راح سفيان، وصلت يوسف، يرجع لبغداد مرة ثانية، طلبها يوسف بلايدي يا بغداد، طلبها يوسف بلايدي يا بغداد، الكرة لم تمر، لاعب مولينجا، مولينجا يلعب على الجهة اليمنى في اتجاه مدافع شونغو، سبعيني خطير في الكرة العالية مع جمال.
يأتوك يا رامي بن سبعيني يفعلها ويسجل الجول. رامي بن سبعيني يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 44 من عمر المباراة. جاء الفرج من كرة ثابتة ومن رامي بن سبعيني يسجل ثالث أهدافه في 29 مباراة مع المنتخب. تهتز المدرجات ويتنفس اللاعبون الصعداء ويتنفس جمال بالجمال بالماضي كذلك والعشاق والجماهير. فعل رامي بن سبعيني يسجل جول أول من ركنية من يوسف بليلي. رياض باليمنى إلهام رياض رياض وبابا بابا الحارس. هاي ثاني كرة وثاني لعبة. يا سلام مراغة من رياض. أسقط زامبيا من هنالك وسدد من يسرى. والحارس المساحات اللاعبين الجزائريين. هل اللعب ضد الريح القوي؟ 12 وشامة رقم 17 شونغا ضربت في الجدار ثم من هنالك رصد لصالح شامة يلعب بينية تغطية من جمال. حذاري من التسديدة رائعة هائلة من فيري. هذه الكرة مرت سلامات على رئيس وهاب مبولحي تقريبا. أول كرة صعبة للمنتخب الزامبي كانت من كانغوا يلعب في الدوري الروسي استلمها هنا. لا من يوسف عطال معاه. رياض يبحث عن المراوغة. يوسف عطال معاه يحاول يمر والحكم يصفر له خطأ. بشكل جيد ويفوز جميل جدا. ركنية تنفذ في القائمة الأولى. التغطية دفاع ولا واحد يلمسها وتدخل. رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. رياض ضربها في اتجاه المرمى ولكن أغلق الزاوية انصابتها وتمكن من صدها ويلعبها بسرعة من هنالك على الجهة اليمنى. والتغطية من عدلان قديورة في تغطية الدفاع والكرة تروح مباشرة في التماس. يا رئيس عيسى في التغطية من هنالك الكرة من رامي بن سبعيني يتمكن من هذه الكرة من أمام شوية. كرة من رياض محرز يرفعها بالرأس. هي المباراة عيسى مندي يلعب لسفيان فيغولي على الجهة اليمنى. راحت فت الكرة ناحية كونغوا. يلحقها كونغوا يوزع كرة خطيرة ورئيس. هنالك مولينغا يحاول يمر يلعب على الجهة اليمنى في اتجاه قلب هجوم شونغا. وصلت رياض على الجهة اليمنى يلحق عليك يوسف. رياض يوسف يلعب مع يوسف عطال عند الكرة. يوسف يدخل. يوسف راح. يوسف مازال. يوسف ضرب الجزاء. يوسف بلايلي وضرب الجزاء يعلنها حكم المباراة السيد باملاك تسيما. هكذا هو الاستفزاز وإلا فلا يا يوسف. من كرة واحدة من لعبة واحدة نلعبها. شكرا رياض. برافو رياض. خلى الكرة لبغداد بونجا. 26 سنة في عمره بغداد بونجا. وجول ثاني أهداف المباراة من بغداد بونجاح. ورقص على الطريقة الجزائرية بين بغداد ويوسف بلاي. يلعبها الجهة اليسرى. يوسف بلايلي يطلبها بغداد. يوسف بغداد. يوسف با 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 بلايلي. يا يوسف في منتهى الروعة جول. استلمها تريث راوغ فسدد سجل وفرح. هائلة من يوسف بلايلي في منتهى الروعة. يا سلام هدف الرابع مع منتخب بلاده. يوسف بروعة حطها في الزاوية البعيدة من أمام سباتا. 3-0 صارت النتيجة. بعد الأول جاء الثاني. بعد الثاني نادى للثالث. وبعد الثالث ينادي الرابع والخامس. يوسف بلايلي بروعة. يا سلام التمريرة من إسماعيل بن من عطال ليوسف بلايلي مغلق كل شيء. 4-5-6-7 مدافعين. الوحيد لسيناريو هذه المباراة. بعيد الكرة هذه يا رئيس. راحت إسلام سليماني. كرة بالرأس. التغطية الدفاعية الخلف. بغداد بنجاح مع إسلام مع بغداد. إلى لوغول. بالأربعة ضربنا زامبيا اليوم. إلى الأرب سوداني يعود بعد غياب طويل. هو يدشن عودته بهدف. نعم فعلها العربي السوداني في مباراة 50 مسجلا هدفه 23 بمعدل تقريبا هدف في كل مباراتين. لعبة ثلاثية رائعة جدا اشترك فيها إسماعيل بن ناصر إسلام سليماني وبغداد بنجاح. رون في الملعب الوطني. هيلة ممتازة لبغداد. با 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 في منتهى الروعة.
بغداد بونجاح يسجل ثنائي الليلة. بغداد بونجاح يسجل الخماسية الآن المنتخب الجزائري في 31 مباراة، سجل 15 هدفا بغداد بونجاح. مهاجم نادي السد بروعة، التمريرة كانت رائعة والرقطة كانت رائعة كذلك من بغداد بونجاح الذي يسجل الخامسة، ولو أن الخامسة لا نريد أن نذكرها تماما.